أهلا وسهلا بكم من جديد. تصاعدت حدة الاحتقان بين مئات الطيارين والخطوط السعودية أخيرا بعد وفاة الكابتن طيار خالد مطر في ظروف غامضة. تعددت الروايات حول الأسباب الحقيقية خلف موته، في حين احتج عشرات الطيارين أمام مكاتب مسؤولي الخطوط السعودية المطالبة بحزمة من التحقيقات، ابتداء بفتح ملف التحقيق بحوادث إعياء الطيارين المتكررة وإجهادهم في العمل وإصابة البعض منهم بجلطات خطرة، مرورا بقرارات الفصل التعسفي وانتهاء بسحب مميزات في سلم الرواتب خلافا لوضع الشروط التعجيزية لقبول الطيارين الجدد. أحوال الطيارين في هذا التقرير والقصة الحزينة والمأساوية للكابتن خالد مطر يعني رحمة الله عليه شيء محزن. وإحنا عاملين هذه الحلقة ومكملين في هذا الخط والله العظيم علشان هذا الوطن الكبير اللي ضامنا كلنا، علشان إرادة الملك عبد الله بن عبد العزيز تتحقق، على أساس نحلم يوم من الأيام أن يكون في عندنا إخلاص في العمل. خالد مطر ما تنقل عبر مستشفى وما تقبل، واحد يقول الخطوط السعودية ما دفعت اللي عليها، وواحد ثاني يعني يوم وصلهم مات الرجال وانتهى. في أي بلد وعن أي بلد نتحدث؟ هل هذا هو الحلم؟ هل هذا هو الطموح؟ ليست المواطنة أن نصمت، المواطنة أن نوري المسؤول وين الخطأ، ونوري الرأي العام اللي نحترمه كثير مكان من الخلل. خلونا نتابع هذا التقرير لزميلي عزام الخديدي ثم نعود للنقاش بعد ذلك. هذه هي عائلة الكابتن خالد مطر الذي يعمل طيارا في الخطوط السعودية، والذي توفي بعد رحلة من جدة إلى الدمام، ويرى أهله أن الضغوط الممارسة عليه من قبل الخطوط السعودية تسببت في تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته. يعني إليه متى يعني إحنا البني آدم لهذه الدرجة ما له قيمة إن أنا أروح مستشفى أترمي زي كلب؟ يعني استحالة هذه تكون في إنسانية في رحمة. هذا مسؤول عارف المفروض هذا الطيار يطلع مرتاح، باله مرتاح، تفكيره مرتاح، أطلعه هو تحت تهديد؟ ليه صحته ما اهتم فيها عشان التهديد اللي موجه لي؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ ما في الله؟ ما بنخاف من الله؟ هدول ناس كيف بيفكروا؟ خالد لا يتجاوز 36 من عمره، ومتزوج ولديه 4 أبناء، ولا يعاني من أي أمراض أو عوارض سابقة. خادم الحرمين الشريفين وزير الصحة قال أي مواطن سعودي يأتي لأي مستشفى حتى تستقر حالته تخدموه، حتى تستقر حالته، فإذا يبقى يكمل معاكم يكمل ويدفع من يوم ما بعد ما استقرت حالته، إذا ما يبغى والله يخرج ولا يدفع ريال. هذا وزير الصحة، كيف أنت ما تستقبل مواطن سعودي وخدم البلد هذه 15 سنة حتى توفى وهو لسه بيخدمها وملابس عمل؟ كيف ما تقبل؟ أنا أبويا ما خد حبة حمد، ما خد حبة خالص، الحمد لله. أيام ما كان كويس وصار كويس ما كان فيه شيء خالص. آخر يوم شفته كان جالس يمزح معانا ويشيل ما كان فيه شيء، كان مرة مشرف غيره. بس نزل هذا راح الرحلة، ما كنا قاعدين جالسين زي كده ما في شيء، سمعنا من كف الله. هذا هو القميص الذي كان يرتديه خالد رحمه الله قبل أن يتوفى، وعليه أثار الدم خير شاهد على ما كان يواجهه من ضغوطات كبيرة أدت بعد قدر الله إلى وفاته. عزام خليلي، روتانا خليجية، جدا. شكرا لزميلي عزام الخديدي وعلى هذا التقرير، شكرا لزملائي في جدة زاد العنزي وكل المجموعة على الحقيقة دورهم في هذا التقرير وفي تقارير غدا إن شاء الله راح تكون في هذا السياق. واليوم اللي شاف التقرير أو يعرف القصة هذه، إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا اللي هي وزارة الصحة، وأمام ملف خطر اللي هو الخطوط العربية السعودية. طبعا هذه جهتين حكومية أداءها طبعا سيء. ليش سيء؟ راح نقول لكم ليش سيء بالأدلة والبراهين، ما في تجني ولا في أي عداء تجاههم. عموما إحنا الحقيقة
يعني لمناقشة هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا من جدة الكابتن طيار يزيد الشريف، وينضم لنا من هناك المحامي والمستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد. والحقيقة أحب أنوه عن نقطة مهمة جدا، أنه تعذر الوصول للمتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية الأستاذ عبد الله الأجهر ومساعد المدير العام التنفيذي للعمليات الجوية الأستاذ عبد الرحمن المحبوب لعدم تجاوبهم مع اتصالات ورسائل البرنامج المتكررة من أسبوع كامل، من أجل طبعا استيضاح حقيقة شكاوى الطيارين. وأحب أنوه أنه إحنا يمكن من شهر ونص ناقشنا بطالة السماء، وهي بطالة الطيارين في السعودية يدرسون يعني يدربونهم وفي النهاية ما يوظفونهم، مشاكل كثيرة. الخطوط السعودية فيها 25% منهم غير سعوديين. المدير المكتب التنفيذي أو المدير العام لا يستجيب لهم، ربما سكرتيره ما يعلم إلى آخره. كل هذه السوالف راح نناقشها اليوم، هي سوالف محزنة الحقيقة، محزنة جدا، وفاضل كيل الحقيقة بالناس ومن يعمل في الخطوط ولا من يتعامل مع وزارة الصحة ولا مع الخطوط السعودية. فخلونا نبدأ هذا الطريق من أجل الوطن في النهاية مع الكابتن يزيد الشريف. ما هي أسباب احتقان العلاقة بين الطيارين وإدارة الخطوط السعودية، وما هي الاتهامات والمطالب التي تريدونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا طبعا كما يعلم الجميع ونسمع كلنا، أسباب الاحتقان الموجهة أو المسموعة أو المعروفة عن الخطوط السعودية بينها وبين الطيارين، في هناك للأسف من يحول أو يقف دون تنفيذ الأمر السامي للملك عبد الله بن عبد العزيز الله يحفظه بتسهيل أمور المواطنين، مثلا إنهاء البطالة. طبعا مجموعة الطيارين العاطلين إحنا واللي أنا واحد منهم وأتكلم نيابة عنهم، لم نجد أي تجاوب من مؤسسة الخطوط السعودية، كما أن يعني حاولنا أن نروح إلى هناك ونحاولنا نتوصل إلى أحد الكبار المسؤولين. ويعني لو تصدقوني لو أقول لكم أنه جلسنا يمكن 5 أيام نحاول الدخول عليه ولم نستطع، وكل مرة تكون الإجابة هو في اجتماع طبعا بما ما نشوف أحد يدخل ولا يطلع، وفي الأخير على قولهم بين قوسين يعني أعطونا مخرج. المطالب اللي إحنا نحب نطالب فيها طبعا هو تم تغيير الشروط السابقة التي كانت تقرها الخطوط السعودية في ليلة وضحاها بدون أي سابق انذار، وذلك قرابة رجوعنا من تدريب خارج السعودية بعد ما الواحد طبعا اللي استدان واللي اقترض واللي باع بيتهم واللي تسلف، فأقل واحد منا صرف فيما يقارب 300,000 ريال، هذا أقل واحد. بعد ما رجعنا تفاجأنا طبعا بتغيير الشروط كاملة عشان أستوفيها. تغيير السن المطلوب من 35 سنة تم إنزاله إلى 27 سنة، تم إلغاء الشهادة الثانوية وتحويلها إلى شهادة ثانوية قسم علمي بنسبة 85%، تم إضافة اختبار التوفل في اللغة الإنجليزية مع العلم أنه لا يمت إلى مجال الطيران بصلة. في كذلك أيضا أضافوا اختبار DLR، وطبعا هذا إذا دخلت عليه في الانترنت أو سويت لجوجل أو شيء، هذا مركز أبحاث الفضاء الألماني، ولا أدري ما هو صلة يعني قرابة بينه وبين صناعة الطيران المدني، لا يمت إلى ذلك بصلة. في طبعا اللي هو تقريبا هذه أغلب الشروط اللي إحنا قاعدين نطالب فيها. لا بس خليني بس أوضح، مشان أنتم تم قبولكم من الخطوط السعودية؟ في مجموعة منا تم قبولها من الخطوط السعودية، ومن ثم تم طبعا وضعهم في زي ما تقول قائمة انتظار، ومن ثم تم إلغاء قائمة الانتظار، وجزء الكبير مننا أن نروح نقدم أوراقنا طبعا ولا يتم التجاوب معنا نهائيا. طيب يعني أنت من خلال قربك للخطوط ويعني أكيد هناك سؤال يطرح نفسه، طبعا الحقيقة أنا بس حاول أوضح الشغلة مهمة، أنه إحنا حاولنا نصل إلى طيارين زاملوا الكابتن خالد مطر الله يرحمه، ولكن خوفا على أرزاقهم لم يأتوا، لكن راح يطلعون معنا بأسماء يعني أبو فلان وأبو فلان، لأنهم خايفين ينفصلون. وأنا الحقيقة أشعر بحزن، إذا القانون ليس الفيصل عندنا مشكلة، فراح يكونوا معنا في اتصالات
بعد قليل حتى يوضحون بعض ولكن أسألك يعني كابتن يزيد، يعني برأيك من يتحمل مسؤولية موت الكابتن خالد مطر؟ هل هي المستشفيات التي رفضت استقباله وهو في حالة حرجة، أم أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بموظفي الخطوط السعودية؟ طيب، عشان أجاوبك على السؤال هذا، طبعا نيابة عن نفسي أول شيء، وأصالة عن المجموعة التي أتكلم باسمها قرابة 500 طيار، نتقدم بالتعازي لأهل الفقيد الكابتن خالد مطر، الله يرحمه ويسكنه جميع جناته إن شاء الله، ويجعل لكم شفيع في الجنة، وإن شاء الله نقول لكم أن السبب أو المتسبب سوف يلقى جزاء. طبعا أستاذ علي، الأمر كما ذكرت في بداية الموضوع مشترك، يعني أنت قلت وزارة الصحة وقلت الخطوط السعودية، فالأمر مشترك بين البينيين، في جهة ما استقبلت وفي جهة طبعا كان فيها ضغوطات نفسية وتأثير وتهديد وأشياء، فالأمر بالنسبة لي مشترك بين الاثنين. نعم أستاذ خالد، أهلا وسهلا بك، شكرا على حضورك للمرة الثانية، المرة الأولى تعذر الحقيقة لأسباب تقنية، أشكر حضورك اليوم رغم مشاغلك، ولكن أعرف أن هذا الموضوع يهمك، يعني على المستوى الوطني يهمنا كلنا، ورأيك مهم فيه من ناحية القانونية. ماذا يعني أن يرسل الطيارين أكثر من 200 برقية وشكوى لإدارة الخطوط السعودية دون أن يتم التجاوب معها؟ يعني حقيقة أستاذ علي، إحنا في كل حلقة بنشارك فيها بنفاجأ بمآسي إن صح التعبير أكثر وأكثر. يعني إذا كان المسؤولين أغلقوا أبوابهم في مواجهة زملائهم وليس فقط مرؤوسيهم من طيارين، إذا كان المسؤولين ما بيتلقوا الشكاوي، إذا كان ما في استجابة لهذه الشكاوي، وأقصد طبعا بالخطوط السعودية، إذا دورهم حيكون إيش؟ يعني مجرد فقط لا غير، يعني ما حبيت أتكلم أكثر من كده. في الحلقة السابقة كان أحد الطيارين الموجودين عندك أستاذ علي أشار إلى أنه طار 160 ساعة تقريبا، وبعد ذلك أفادوا أنه هو غير صالح للطيران. طيب إذا كان هو غير صالح للطيران، خليته يطير 160 ساعة بالناس بالركاب على رحلات محلية ودولية؟ يعني هل أنتوا بتجربوا في حياة الناس؟ أما إذا كان صالح للطيران وسمحتوا له يطير، إذن على أي أساس أنتوا منعتوا من الاستمرار في مزاولة مهنة الطيران؟ هذه أسباب يعني كنا نتمنى أنه يكون لها مبرر. أيضا الآن الكابتن الأخ العزيز اللي بيشير إلى أنه قبل ما يسافروا، وهذه نقطة مهمة، قبل لا يسافروا توجهوا إلى الخطوط السعودية وطلبوا الشروط وتقدموا باستيفاء هذه الشروط وقبلوا من قبل الخطوط السعودية، ثم أعطوا المجال للسفر. يعني الخطوط السعودية أنتوا تقبلوهم وتخلوهم يسافروا على حسابهم، ولما يرجعوا بناء على قبولكم تغيروا الشروط؟ طيب والشروط السابقة والتكاليف اللي الشباب دفعوها؟ طب حتى قانونا ما يجوز، حتى قانونا إذا أنت كناقل أو كشركة من حقك أنك أنت والله تطور في الشروط وتضيف شروط جديدة مثلا يعني للرقيب الأداء، من حقك، ولكن ليس بأثر رجعي، تكون ابتداء من تاريخه وفي القادم، لا أن تسمح للناس وتعطيهم موافقة وتخليهم يسافروا على حسابهم ولما يرجعوا تقول لهم غير الشروط من 35 سنة إلى 27 سنة. يعني قانونا يعني أنا بأجد حقيقة تناقضات، مخالفات كبيرة، أتمنى فعلا أن يكون أحد من الخطوط السعودية يوضح هذه المخالفات القانونية. أسبوع عندك عليهم ما في أمل، أتمنى من مديرهم من أعلى سلطة فيهم لا قال لأحد أنه أحد يطلع يتكلم، لا متحدث رسمي بيتكلم ولا مدير علاقات ولا حتى الأستاذ خالد الملحم، يعني لا رد على الطيارين ولا رد علينا، نتمنى أنه يجابون. يا جماعة احترموا الرأي العام، ما نطالب شيء، إحنا طالب أنه وضحوا الرأي، يمكن أنتم يعني فعلا أخ علي حقيقة نعم يعني فعلا أخ علي يعني إحنا ما نحن ضد جهة أو مع جهة، لا أنا بالعكس أنا حريص على أن أمثل كل الجهات مخالفة. أتفق معك أنا، يعني إيه وضحوها، يعني أنا بسأل سؤال، طيار يطير 160 ساعة وتقوله بعدين غير صالح؟ طب بس أبغى إجابة، يعني كنتوا بتجربوا في الناس شروط تفرضوها من البداية وتعطوا للناس قبول وتخليهم يسافروا على حسابهم بعدين ترجعوا تغيروا الشروط على نفس الناس اللي أنتوا قابلتوهم؟ أنا أبغى فقط إجابة على هذه السؤالين، لا أكثر ولا أقل.